السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة لغتي جنتي، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. حلقة اليوم خاصة بطلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي، أول درس من دروس الترم الثاني، وهو درس من دروس فرع النحو بعنوان الأسماء الخمس. بسم الله نبدأ. أولا، ما المقصود بالأسماء الخمس؟ الأسماء الخمسة هي أب، أخ، حم، فو، وذو. والأسماء الخمسة دائما تعرب بعلامات فرعية. يعني علامات فرعية عندي في الإعراب في حاجة اسمها علامات فرعية اللي هي الواو والألف والياء، وفي عندي العلامات الأصلية اللي هي الفتحة والكسرة والضمة. الأسماء الخمسة اللي هي الأب وأخ وحم، حم هو قريب الزوج أو الزوجة، وفو وذو بمعنى صاحب، تعرب بالعلامات الفرعية. معنى كده أن هي بترفع وتكون علامة رفعها الواو، وتنصب وتكون علامة النصب الألف، وتجر وتكون علامة الجر الياء. يبقى الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، بس بشروط، لها شروط. إيه هي شروط إعراب الأسماء الخمسة بالعلامات الفرعية؟ لاحظ أن عندي خمس شروط. الشرط الأول هو أن تكون مفردة، أن تأتي هذه الأسماء مفردة. يعني لو لقينا كلمة أبوان فدي مثنى، تعرب إعراب المثنى اللي هو يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. ولو كانت بصيغة الجمع تعرب على حسب الجمع اللي هي عليه، سواء إذا كان جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، على حسب الكلمات. الشرط الثاني أن تكون الأسماء الخمسة مضافة. يعني ما ينفعش تيجي كلمة أب أو أخ أو حم بدون الإضافة، لابد أن تكون مضافة، بمعنى أن هي مضاف والكلمة التي بعدها مضاف إليه، وإضافتها هتكون إلى ضمير. فمثلا زي كلمة أبوك أو أباه، أخوك أو أخاه، هنا مضافة لكاف الخطاب أو هاء الغيبة. وطبعا الضمير لما بيتصل بالاسم دائما يكون في محل جر مضاف إليه. أو مثلا زي أبو بكر. رقم ثلاثة، ألا تكون مضافة إلى ياء المتكلم. يبقى شرط أساسي أن الأسماء الخمسة تكون مضافة، لكن مضافة إلى غير ياء المتكلم. يعني ما ينفعش أقول أخي أو أبي، هنا تعرب بالعلامات الأساسية وليس الفرعية، العلامات الأصلية. يعني يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، زي مثلا قول الله تعالى على لسان سيدنا: هذا يوسف أخي. فكلمة أخي هنا تعرب بالعلامات الأصلية وليست العلامات الفرعية. الشرط الرابع أن تكون كلمة ذو بمعنى صاحب. فأقول مثلا ذو خلق، أنت ذو خلق حميد، أي أنت صاحب خلق حميد. الخلق الحميد هو الخلق الحسن. رقم خمسة، أن تحذف الميم من كلمة فم. فإذا أتت كلمة فم بالميم تعرب بالعلامة الأصلية، إنما لابد أن تحذف فتكون فو. فأقول فمك أو فوك، فمك الميم موجودة تعرب بالعلامة الأصلية، لو فوك حذف الميم تعرب بالعلامة الفرعية. يعني فم ينطق فوك بالحق، ينطق فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، وفو فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. لكن لو كانت فمك فهتكون فم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وليس الواو لأن الميم لم تحذف. والآن أمثلة على إعراب الأسماء الخمس. أخوك مهذب. لاحظ أن كلمة أخ من الأسماء الخمسة وهي مضافة إلى ضمير مضافة إلى الكاف، وأتت مفردة يعني ليست مثنى وليست جمع، إذن تنطبق على الشروط. فأقول أخ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. أما الكاف فدائما تعرب ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، ومهذب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. مثال مثلا في حالة النصب على نفس الجملة أقول إن أخاك مهذب. إن بتعرف حرف ناسخ، وأخا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف كما قلنا دائما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه،
ومهذب خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضم. طيب ده مثال على حالة الرفع، وده مثال على حالة النصب. لو حالة الجر هتبقى مثلا دعوت لأخيك، فلما أجي أعرب دعا فعل ماضي مبني، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، واللام حرف جر، وأخيك أخ اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير مبني كما قلنا دائما في محل جر مضاف إليه. مثلا مثال على اسم آخر من الأسماء الخمسة، فأقول مثلا فوك طاهر. لاحظ أن فو حذفت منها هنا الميم، إذن فطبقت عليها الشروط وهي مضافة أيضا، فأقول فو مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. أما الكاف فهي ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وظاهر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هناخد مثال على فو في حالة النصب، إن فاك طاهر. إن حرف ناسخ، وفاء اسم إن منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وظاهر خبر إن. أما في حالة الجر فأقول مثلا سمعت من فيك الخير، سمع فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، ومن حرف جر، وفي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. مثلا لو هنأخذ على أبو فأقول أبوك محبوب. أبو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، ومحبوب خبر. في حالة النصب رأيت أباك في العمل، رأى فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، وأبى مفعول به منصوب علامة نصبه الألف، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أما في حالة الجر فأقول مررت بأبيك، مر فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، والباء حرف جر، وأبيك اسم مجرور وعلامة جره الياء، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. لو نأخذ مثلا على حماك أقول مثلا إيه، حموك رجل كريم. حموك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، والكاف كالعادة ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، ورجل خبر، وكريم دي نعت. رأيت حماك، رأى فعل وفاعل، وحماك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. ذهبت إلى حميك، حميك اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. لو نأخذ مثلا على ذو فأقول أنت ذو خلق. أنت ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وذو خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة لأنها أتت بمعنى صاحب، وخلق مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. طيب في حالة النصب ذو هتصبح ذا، فأقول مثلا إيه، إن ذا الخلق محبوب. إن حرف ناسخ، وذا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف، والخلق مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، ومحبوب خبر إن مرفوع بالضم. أما في حالة الجر هتصبح زي، فأقول مررت بزي خلق. مرة فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، والباء حرف جر، وزي اسم مجرور وعلامة جره الياء من لأنه من الأسماء الخمسة، وخلق مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وبهذا أعزائي الطلاب نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا كان لديكم أي استفسارات فاتركوها في التعليقات، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.